أنا عند ظني عبدي بي ماذا تظن بالله؟ السؤال هذا اكتبه في قلبك الآن، واكتبه في أعماق أعماقك، واكتبه في مشاوير حياتك. ماذا تظن بالله؟ إذا أصابك مشكلة أو كرب، ايش تظن بالله؟ هل تظن أن الله جل جلاله سيجعل بعد العسر يسرا؟ هل تظن بأن الله جل جلاله في تلك المحنة وذاك الكرب أن الله لا يخفى عليه شيء؟ أنت تسألي نفسك، والله أني أعرف أن ربي يعلم ويعلم حجم هذه المعاناة، وأن الله لن يتركني ولن يضيعني، فهو الكريم وهو الرحيم وهو البر وهو الودود وهو القريب وهو المجيب وهو السميع وهو البصير. يا غياث الملهوف من كل كرب، هو الله جل جلاله. فما ظنكم برب العالمين؟ الطريق الأوحد أيها الأحبة حتى نسعد أن تعمر القلوب بحب الله. قضاء الأرزاق الذي يقلق على رزقه ورزق أبنائه ومستقبله، تقول له بكل هدوء، أليس الله جل جلاله يقول: وكأي من دابة لا تحمل رزقا الله يرزقها وإياكم، الله يرزقها وإياكم وهو السميع البصير. تأمل، وكأي من دابة لا تحمل رزقها. كثير من الدواب دواب لا تحمل رزقها ولا تفكر في رزقها، وأنت تحمل هم هذا الرزق وتقلق، والبعض قد يسيء الظنون بالله جل جلاله. الله يقول ليطمئن هؤلاء: نحن نرزقهم وإياكم. الرزاق هو الله أيها الأحبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم كأفئدة الطير. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. بالله الطائر يعرف أن يروح صباح متقاول مع الفول وشغل نظيف ويبيع؟ لا والله، والله يسرع في الصباح لا يدري أين يسير، لكنه يسير وفي قلبه اليقين: أفئدتهم كأفئدة الطير، كما قال صلى الله عليه وسلم. الشراح لهذا الحديث يقولون: ما معنى أفئدتهم كأفئدة الطير هؤلاء الذين يدخلون الجنة؟ قالوا: إما لشدة توكلهم على الله فلا يقلقون ولا ينزعجون مهما تغيرت الأحوال والظروف والظروف الاقتصادية. الرزاق هو الله، الرزاق هو الله. قضية الأرزاق قضية ربانية،